على السحور وحدوا الرب الغفور يا عباد الله قوموا على السحور وحدوا الرب الغفور اصحى يا نايم وحد الدايم يا عباد الله وحدوا الله وحدوا الرب الغفور يا عباد الله وحدوا الله. انا قبل اصابتي كنت بشتغل مع قرايب إلنا في الشغل البنى والطوبار، ولكن بعد اصابتي انهم رفضوني، هم مع انهم قرايب وعز الناس لي. الحين انا طموحي انه انا يكون لنا بس بيت ملك. احنا 10 انفار، اسره مكونه من 10 انفار، وما فيش حدا بيدعمنا، ولكن احنا في بيت الاجار وانا الوحيد المعين للاسره. بس انا واحد جاي قوم على السحور موحد الدايم قوموا على السحور وحدوا الرب الغفور يا عباد الله.